الحقيقه الملف اللي هنتكلم فيه مع حضرتك مهم جدا، وخصوصا زي ما نهاوند قالت ان احنا هنتكلم كمان على الصعيدين، صعيد الشخص الرياضي والغير رياضي. انا عايز استاذن حضرتك بس ان احنا نبتدي بالغير رياضي، لان الرياضي ليه معانا تفاصيل كتير واسئله كتير. بس انا عايز اسالك بشكل عام، وحضرتك طبعا ادرى مني مليون مره بالنقطه اللي هكلمك فيها دي، فكره ان احنا دلوقتي في الزمن ده عموما ايا كانت مهنه الشخص ايه، ايا كانت خلفيته، بس في اوجه عكننه كتير محيطه. حلو التعبير ده، اوجه عكننه حقيقي والله فعلا، وحاجات كتير تقدر صفو الحاله الوجدانيه والمزاجيه والنفسيه، هموم وديون والتزامات وجري ورا لقمه العيش الى اخره. كل الحاجات دي بتشكل ضغط على البني ادم، كل ما مسؤولياته بتزيد وبالذات لو هو مش قادر يكفيها الضغوطات بتزيد جواه. صحيح. ازاي نتعامل مع النوع ده من الاحباطات؟ ممكن اضيف حاجه لكلام كريم، كلام سليم 100%. الفكره كمان دلوقتي يا دكتور احنا اصبحنا مش بندور على نعمل حاجات تساعدنا على قد ما بقينا ندور على الراحه. أيوة. وبقت سعادتنا في الراحه. أيوة. يعني قعدني في مكان مش يعني منفصله عن اي ضغط، اي حاجه كئيبه. انا كده انبسطت. لا، ده برضو مؤشر مش حلو على فكره. خلينا نرجع لمفهومنا عن الضغط. زي الدكتور كده لما يكون عندي مرض اقول للسين بتزيل اعراض، بحس بكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لي اه والله في ضوء التشخيص ده كلينيكال يعني كشف وبضوء الكلام اللي انت بتقوله الاعراض المفروض تعمل يا وائل كذا. تمام. ففي ضوء كلام حضرتك الاستريس او الضغط يعني ايه؟ زي ما حضرتك بتقول عكننه، الشعور بعدم الراحه. طبعا. الشعور بالتهديد، الشعور بالضيق، بالاحتقان النفسي، مش الاحتقان مفهوم في الجهاز التنفسي، الاحتقان اللوز. اه بالظبط كده. فالانسان مش ده ملف تاني يا كريم، مش مستريح. تمام. فيشعر ان هو مش مستريح، عشان كده اسمه ستريس. وعلم النفس هو العلم الوحيد اللي منفرد بمصطلح او الترم او الكونسبت اسمه ستريس. الاول يقول لك البريشر، يعني ضغط الدم اسمه بريشر، ضغط الجو السوائل اسمه بريشر، لكن الستريس هو العلم الوحيد السيكولوجي اللي متفرد بيه، واستعاروا منه علم الهندسه بعد كده. فستريس يعني ايه؟ يعني جزيئات الماده مش مستريحه، برضو الانسان نتيجه العكننه والديون والمشاكل مش مستريح، يشعر بالتهديد وعدم الراحه. ليه؟ لان بيحس ان التزاماته مسؤولياته اعلى بكتير. صحيح. ونحط 100 خط بكتير دي طبعا، من قدراته او امكاناته. طبعا. فيشعر بالتهديد والضغط النفسي. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا من سؤال حضرتك نهاوند هانم، هل يا ترى احنا في المدينة الفاضلة المثالية او في الجنة يبقى في راحة تامة وسعادة؟ مفيش. لا، طبيعي يبقى في ضغط برضو. بس الضغط اللي بيتحدى قدراتنا، لا ده شيء اللي صعب. مع المجهود يحصل اشباع ونستريح ونعيش سعداء، يبقى ده ضغط نفسي ايجابي. اما الضغط اللي يطلع لي اعراض صداع باستمرار، اروح للدكتور اعمل سيتي برين ما عندكش حاجة، دوخة ويقول لي ما عندكش حاجة، تبع السكر تراكمي زي الفل، ضغط الدم زي الفل، بس انت ليك يا دكتور او يا كريم بيه مضغوط شوية. فدوخه، نزلات انفلونزا غير مبرره، بلبس لبس مناسب للسيزون اللي ممكن توصل لكده. كمان والله نقصان الوزن، فقدان الشهيه للطعام. حضرتك بتلبس كويس، رياضي، تاكل اكل صحي جدا ومتوازن، ومع ذلك يجي لك نزلات انفلونزا من الاسترس، من البرد، من الضغط النفسي. الموضوع بيوصل موضوع لكده، موضوع كبير. فدعنا الاول نتفق ان احنا لازم يكون في ضغط لنا في حياه، ما دام في كومبيتيشن وفي دوله عظيمه ودوله متوسطه ودوله ناميه وتعبانه، وفي رياضي اول وفي رياضي ثاني، وفي ولد هيتفوق في المدرسه وولد يطلع فاشل او يعني متاخر في الدراسه شويه، بلاش كلمه فاشل، يبقى لازم يبقى في ستريس لازم. حتى العظماء بيتحركوا، لكن لكن يوصل لفين بقى؟ زي ما قلت لحضرتك، نزلات برد، صداع، انفلونزا، الويت، الوزن، دوخه، بيوصل الموضوع الاكتئاب كذا كذا، هي دي بقى المشكله والاشكاليه.